نبدأ هذه التظاهرة باسمي وباسم الهيئة المحلية المهدية للمدينة وعلى رأسها السيد حمادي الخضري، نرحب بضيوفنا الكرام في هذه التظاهرة التي تندرج ضمن أنشطة الجمعية الثقافية وتتمثل في عرض مسرحية الحدث Best of Show للفنان لطفي العبدلي. نحب نقول جوايز انيفرسير المدام فوزية طلول كاين هنا. جوايز انيفرسير تحية خاصة لك. نتفق معايا أول مرة في حياتي نعمل هكايا. أنا اليوم قاعد عندي صاحبي نسيبكم عماد المثلوثي شامبيون دي موند في البوكس. كيك بوكسين شامبيون. مش معناها عبد ناس تعمل له هكا، لا لا لا. ربني قال لي تقول لها جويز انيفرسير، ما خممتش قلت له اوكي. ربني قال لي تي جونتي كتبت له نو جي بور. والله هاي والله قلت له كل تعرف تمريالك بعض على الفيسبوك بعث لي قال لي لطفي تي لو ديان سابيل دا تاتي دا تاع قال لي سو سوار الفهد في سيزا سون انيفرسير. قلت له اوكي. قال لي ميرسي تي جونتي قلت له نو جي بور هاك تقعد التاريخ. وفات الحكايه اختي جويز انيفرسير كل عام نجي نقول لاختي جويز انيفرسير قول له يبعث لي خير ما عجبكش المسرحيه نعاود لك طلقه في حق الجمهور تخرجوا هما ما كنت الجمعه هذيا باش العروض تكون مبكره صوتي معش مريض بالحق اصلا حتى خشني زيان سيرتو الكح لا القوه مش هذيا مش مشكلتو القوة كي الناس تسمعك تكح تنسى الكل تبقى سكري التليفون لحتى اعطيك 1000 دواء واحد قال لي اغلف قلت له باش قال لي بلي تحب اغلف واحد قال لي اعمل الفيكس هذا كله من المرض واحد عرفني بالقدر انا وياه قال لي معلم مفتول شنو مفتول؟ فهمت عارف المشكلة قال لي اعمل مفتول قلت له انا اللي تعلمت قلت نسيت اللي عليه نخرج ما ندخل شيء صح وقعد اخمم في فكره المفتول وربي حتى تونسي ما قالش ليا شكون اخترع مفتول شكون جاته فكره انه اخترع مفتول وعلاش غادي تلقاه مثلا من 5 سنين ولا ليك اخترع مفتول جرب في عينه ما خدش بعد جرب وذنه بوط ما عداش بعد قال لا غادي وبعد بدا يجرب نقول ايه يا مسخول يا ليل يا تحمل وصل غريب بس انا مش تونسي وقتها عملت موقفه في الشارع سبتوا الناس تحب تصور معاك ما تنجمش تقول لهم ليه هكا ولا عيد قديش يريد يفتيع عن اخلاق الفاسده ما تنجمش تونسي يقول له سامحني انا اليوم في العصابي صور جي يحبك هو عيد تقول له تفرج في فرنسا مثلا تقول له نو يقدر يقول لك اوكي في تونس قول له ليه والله ما نجم مش بالي يا دادا ما انتجمش يكون يا ربي عم بيك شغلت يا هم يا مليك مش منا دونك انا بطبيعتي ما نسمش كل العباد ما تسالش معاكم ولا ما نحكيش معاكم بون بس ساعات نكون مزروب بكره وعندك زادك اللي مثلا فما حاجه ما يعرفوش العباد ديما العباد يقول لك بركة تصور معنا بس هو يقعد نص ساعه عشان تخلي صوتك هي التبسيم عربي خلقها الانسان 3 ثواني الاولانيه سبونتانيه العاقل وما تنجمش تهزر بعد تولي عندك كروب هكا وانتي بيسيرك بيسيرك في هذين كله سمحوني انا فما حاسوبش مشكي وفلاني كله انت علاقتك بالجمهور تفسد لان فيس ده ملي بدي هذية برس لحسن واحدة بك هذية عندك على 20-30 عائلة احترام العائلات ما ساعات يجيك عائلات يتصوروا معك قول له كان العائلة الفلانية ولدي مرتي اخويا غضبك وانت بدأت طيب هو مرتي وعمو وانت تنسيش ما احنا يوم يتصوروا ويمشي على 20 عائلة ديما فما واحدة العائلة البليدة هكا العائلة الركيكة ما هو مش هما العائلة الركيكة بحق البو يبدا ركيك ما يورثوا عليه كيما البو غريب ولا بس عليه بو ثقيل بو ركيك
محور كيكيس يبدا عنده بتاعه ببيع عمر شهرين ما يكون شيء الدنيا ما يعرفش حتى يذكره ببيع عمر شهرين ياكل يرفع يبكي وينام حكى عمر ذاك الشيء دونك ببيع اذا عنده ببيع يجيك يقول لك اخزر محلاها ولدي يحب يتصور معك العروسة وخلتها تطلع تكون معايا كيف الناس تطلع مع شيء ميسكش دينا نتصور كل ليك داير زار عليك هو لو شفت التليفون طاقة ما تقول لها عندك الساعة تقول والله ما عندي يا وش لها عندك الساعة بعد يعمل لك التليفون يقول لك كيفاش يتحل 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 وبعد ما تقاش الخطبة في يديه كل كي يتقاد المقبلة تحكي معك ما تفرش فيك لو أنا عندي علاقة مع الشعب التونسي صور السيكم والخطبة كل الشعب التونسي زي أكبر كذبة في التاريخ ما يعرفش لا يمكن سنة تسيبه في التاريخ في التلفزة نوع وفي الدنيا نوع في التلفزة الناس ما عندهمش فلوس حتى مريض يتكلم في طول عميل الخليل عنده فلوس حتى الغنيين باين عليهم الدولة شكون الدولة؟ الدين العبد يتهكا لك كنتي مش نخرج نلقى بلاد يندبوا العاد فما فلوس ايه فماش توريست ايكونومي مش ماشي حتى ما يحط ماو في الخدمه مو ظهرت تقول مش نخرج نلقى توانسه يندبوا تخرج تلقاه الكل تشبح في السطوحات سيرتو في السيف تقول ظهر لي تونسي عابر بحزامه قد ما تاكل معاه قد ما يشبع تونسي ظهر له عنده حزام في مخه تقول له شنو احوالك صافا تقول له الدنيا كانت بهذا الدنيا كانت بهذا ما عندوش مخ تعرف تفهم الشعب التونسي تعرف شخصيته واصله منين ما تحكيش معاه شوفوا ايش تعرف كل شيء الكاميرا كيش تحتسب شعب منظم 1 2 3 4 نقيدوها في كرنيش يعرف روحوا الشطح على عام كامل التونسي كيش تعتفهم ليه هو شعب مهمش توفى في درجه اللي نسمحوا عائله واحده فما حاجه في قلتهاش في تونس لعبت في تونس اليوم تفرقت ما بين العرس والفرقه كلهم نفس طول البلاستيك يبدا مد الدنيا هكا يبدا شد فحكة بسيف بوه اللي توفى الله يرحمه ربي يسامحني ايه والله والله عيب ما يجي شيء ضرب ترين والله والله عيب والله سقوطية شو نسميهم هذه مش سقوطية صح وليه اليوم في عرس في تونس ما تسماش مشيت العرس راهو يا حسنة تمشي تفرهد حصل تتسمى ما يمكن تروح واحد مدخل ما كان عايز العروسه يحب يفرحوا بيه يقول لهم ما كانتش تخرج من العروسه شيء حقيقي جديد هذيك سي عليها شهر تدور على العمر تحب تكلم كوستي العرس وكان كراسة أخ تحب تقعد فك الطاولة تقوم حي يا أنت خوك يحطوا لك شقالة كسكي ما تكملها متيحة ربي هنا شو مازال مازال الطاجين يا صاحبي كان كراسة كل يوم مش ناكل الطاجين عيد والله حاجة مثل عيد هاجي والله ما تيجي شاف امشي كان كراسة يخرج كل عروسة بسكين شكون ما كلاش الطاجين مقطع روحي طاجين اختي مموعين يا رب قصعتها صاحبي اول قصعة نعملو هي شكون ما كلاش الطاجين جيبوه كتفوه حل جلختك احشوله الطاجين زيد احشيله مش غادي يرحم ربي عمري من درجه كبيره من كبيره كمل الكعبه بقلاوه بالشحور نتاعها قعد واقف يطلع له السكر وكل ملح وكلهم في مخه يتناطحوا ويقعد مسكين يولي مع شيرا مليح لحقت لك الكبار الكل في العروسه تسكن من الكبير وهذا من البقلاوه صاحبي انت الامريكان بهتين فيها كعب بقلاوه قال لك الشعب التونسي زي فهم يحب يجي يعمل دوكيومنتير عليها في تونس قال لك كيفاش الشعب التونسي في الطرف قد لك هي
ينجم يحشي 4 كيلو سكر، 4 ايترات عسل، زيت، لوز، ماكلة، بوفيه وكل شيء. قلت لهم يا ولدي ما تقلقوش روحنا، نحن نحشي في أي حاجة، حتى صغير من الكيكة نحشي، نحن كل شيء عندنا محشي، فلفل محشي، كل شيء نحشي، حتى في الثورة حشي. فبراو سيلونا أنتم عندكم بترول وعندكم، نحن عندنا الحشية، زيتونا في الحشيات نقولها معاش يبني في حد. 100 مليون في مصر، نحن 10 ملايين من الغريب ياكل كعب يقول لنا أبوه البلد ويتغرب. الغريبة شي حياسر شربوها كاسمية قبل ما تركلوا لها، يوتي ممنوعة في الأوروبي يليقوا بها استوحان، يعملوا بها جبيرة الغريبة تركلوا فيها الصغار اللي يأكلها مليون في الغريبة. يخي اشترنا ولاد الفقراء مدة بالغريبة عام 70 عام 80، هذاك على قدنا 10 ملايين. تقول شبي لطفي يقم على القريب، القعدت الوحيد حي في ولاد خالي، قطعت فهمت اللعبة. هذا هو نحن ولاد الفقراء، بتعرفوا توا مازال تصير في تونس الكل، كي استدعاوك العرس ما يستدعاوش، قول لك اجي ما تجيبيش الهم معاك. شكون الهم؟ نحن زدنا الهم ولاد الفقراء، ولاد الغنيين شو اسمهم؟ لي زونفون. شفت تطلع كله ثقة في النفس، لي زونفون، قولها ماما. وعاد الله ربي الحق نسالهم ونرجعوا ونزلوا ونعملوا مش عارفين نسولوا كل شيء. فما نسيتش يو عاركوني بعد الخلص ما تحبوك برشا عبدالي ما حدش يقول علي مزول نرزول فكتروا من الشرو نحن شاغمون قلت انتي اختي مش شاغمون انتي شاغمون عارفة انتي نبي تسكري فوق انتي شاغمون الضوء زرقة زرقة تنمر وسألوا لحد شعرت شعرت محرش يحكش فيهم صبيغة صبيغة تيك شعرون كاك المشنة مش نسمع حاجة كلها شعرون نعمل الاكسجيني عارفة كيف تشكو بيه الدنيا بروتوشيني الاكسجيني الاكسجيني عطوا اللي يعمل الحكه كل بروفات مش مشكله مش عاملين ها كانوا الواحد برا برا سبتوه عاد عنا فوز يا رجال ولاد الكل يروحوا من الجامع مسامحين هذا جاي عاد سبتوه لحمه توا جديد تبدا عنده خطيبته وصاحبته وناوي على الشر هو نهار السبت واحد يسالها يبعث لها ميساج والبنت تاعنا قوية قول لها كي نتقابلوا غدوه تقول له وي قول لها وكهو قصت هي معناها تصرف وقتها إذا جاته كل الكونفيرماسيون بتاع هي قد تتصرف يخرج في الكالسيون كالفر كلايك خرجوا كيكا بدا ويبين تحت المخدة هاي شو شخته ولا أخوه ولا أمه البيت يحكي معاه ويقعدوا قد يقول وصل تخلي ليش بيا هو ولا ولا عندي كلمتي صح فكلفر كلايك ثم حاجة ماش تعملوها سيبتوا لي ليه سيبتوا الجنراسيون اللي بعد الآن يا جماعة فترة جربنا نحن وجرب بابا وجنراسيون اللي قبله ما نجحتش ما عادش تعملوهم خايب ما عادش تعملوهم شنو تعملوا فيها؟ عندنا رجل سيدي عنده رانديفو نهار السبت تقوم صباحي بعد روح وحمام حجم الزباط حجم الزباط وحجم كل شيء سنين حجمهم كل شيء حجم وبعد يلبس الكالسيون يقدم الريح تك 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 يشوف روحه الكالسيون حد انسى الوقت كي يجي خارج هذه ما عادش تعملوها حتى نعمل نشوف روحه نشوف كالسيون الامور حاقه دخل كل شيء مش مشكل فما فاز الولاد ما عادش تعملوها عملنا ما منش بيجي خارج في رونديفو قبل نص ساعة نعم هو العمل عبد الليز مازال موضوع الكالسون
انا بيتي تمرمرت بيه كسرنا ذاك كنا نعوموا بيه عندكم بحر هذا تعرف فمك عباد مازال يعوموا بيه عرفت تعوم بيه مبلد هو يمشي محزوق وبعد كي يتبلد يتمسخ بالتراب يتحلل تقول تيل ده معاش كسور باش تحط فيه قصتين وتصيف انت والعالم يا برضو في الليل خدمه كليماتيزير كليماتي بس خدم على روحك كنا نعوموا بيه في البحر انتم عندكم بحر هنا نحن في توس عاصمه معناش بحر كنا نمشيو لحق البيض ياخذوا الترين نحن عملنا العار الرسمي كرسونا ذاك باش نحطوا فيها بارمايو دنيا الكوتي بتاعنا بلا تهزوا في الترين ويسرقوهولك معناش فلوس باش نسرقوا في الريستورانات باكيت اربع جبن وعظمه معروف باكيت اربع جبن وعظمه مش سهله تحط باكيت في كرسون وكرم جبن وعظمه لازم نطلبوا بابا نهار لحد صباح قوم الساعه 7 تحيه كرسون كرسوني 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 ما تنساوش اللي كرتاج المسرح كما تقول هنا والقصر كما تقول باب الاوتيل والبافلويت يسموا حتى للمرسى معناها غير مش سيسيور ما سمعش اما السبسي 100% من اللي بدات المسرحيه ظهر يسمع وبعد اكدت اللي ما خلاوش يسمع بيان سور الكروزر نتاعو ما يقمصولو باش يسمع الشعب التونسي باش يخمم وانا شنقول ودنيا ما فيه نحاولوا عينيه نحاولوا خشمه نحاولوا وزنيه نحاولوا الماتريال نحاولوا كل شيء وحطوه في صندوق صغير لكن هو ما يعرف مش كم بسول وما تعرف شاف ديتا قرون جاب مترجم تاعك السكم البقع هاك وزنيه ما يسمعش لكن مش ترجم له المسرحيه من بدات المسرحيه والاخر بدا يترجم له قال تم ابدي يدع تم الجمهور اتنتل يدع ويدع تنجين يا تبكي تنجين كتير ودين كتير عبدالي تعالوا احترق سبسي قال له مازال يحكي قالوا يحكي مش يحكي مش يحكي انت تحكي هو يحكي للتعب وانت تحكي للتعب عرفتك زوز ثلاثة بنات زوز روسيات التونسية قال زاد الترويح في تونس سد الحبس موقف معهم حتى عبد تونس الكل نون قواري في تونس انت على اللي تمشي ديمقراطية في العالم تقول الناس اللي تقوم حارب عليه لازم نوقف معهم ما لقيت ما نقول ولا فيديو حل شو نقول باش نسب بلادي برا باش تقولوا باش راجع تحبون نسب كان هنا يعني موت بغصتي برا باش نكذب عليهم باش يقولوا كذاب ايبوكريت ما يخدمش معنا ما يحبوش غير تبانس كيفكم حل وحيد البنات قلت لهم اكسكيوز مو كسكي لا امينة قالوا بوركوا التونيزيا اون سوتوني تو لي زارتيست مي با امينة قلت لهم لا غلطي اون لا سوتوني بعثنا سوتيا تحب تقعد بلاش ما حبيتش شبيه واحد نحنا قسامة الرزاق طفلة رسمالها تعري بعثنا سوتيا ما سكر الحانو يا اخي سالوني قالوا انتم بلاد محافظه ومسلمين مراه عرضت هكاك ما خفتوش قلت شكون مازال يخون فيها مراه في تونس ظاهري هكا ومن داخل كنا نكحلوا هاني نقول لك من الاخر وفما زوز انواع تاع تكحيل فما رجال كبار هذاك التكحيل الصندي كله بركه هذاك الاصل نتاعنا ما نضيعوش هذاك فولكلور نتاعنا هذاك يجيو من الكوره نوريهم التكحيل القديم نتاعنا وفما نحن رجال نكحلوا موديرن بالبلوتوث ما عادش يتلفت عينه ندور تبع تمشي معاك تدخل حتى تحت حوايجك وردي بالك فما زوز انواع تاع تكحيل نسمع في امراه كبيره قالت كيف ساعدك انا راجلي 40 سنه عمره ما ريت الكحل يا حاجه كان راجلك 40 سنه عمره ما كحل تزيد الطبيب فيه خشوا ماخذ بنت خالك ولا بنت عمك البنات نصحتهم قلت لهم مازالوا ما عرسوش اذا راجلك 5 سنين ما كحلش راهو صحابه مشوا يكحلوا عليه في القهوه سافر بيش نهار راجلك يروح مزلوع ولا يروح منقي بالرسم تقول له ايجا كحالتي يقول لك ليه انتبه تقول له برا كحل كرجال كله ارجع ماخذ راجل هذه الاولى ردوا بالكم راهو صحيحه مش لعبه يولي عشرة معاك في الدار ولا يوزن البنات مزيانين ضعاف زباد الثانيه بالرسم راهو ذوما قيدون خاطر تريز امبورتون كيف نتفديك الثانيه المراه التونسيه تبارك الله عليها دور تونس كل محلاها بالنسبه للعالم العربي تحسها مراه تخرج الشارع التونسي تحسها مراه متفتحه مراه فدلكه مراه سمباتيك مش معقده ضحاكه شهلوله في الشارع تحس الشارع التونسي بتاعها ملكها كيما الراجل
تفدليك وضحك كككك وما تعود تسقيها في العتبة نتاع الباب بوت الليس نتاع الهمم يهبط عليها الهم بيته ويدخل الدار وعلى كلمة عسلامة عزيزتي صاروخ يخرج لك انا عزيزتك يترى في امه العزة الهم انا سخنت على قبة امي انا فديت الدنيا والهم والمشي والجي والسخانة والبلادة وريحة ستار للشارع واخذي وسخنت القبة على قبة امي روح الدار طيب نظف صيف والسخان بعد ودك سترات امي تعيش بها البلولة يا ربي هزني يا ربي هزني واو يا ربي سكتشك غلط كي يقولوا راس طوسي مع شيوخ زي المرض وهي شاب مرا في العالم العربي هنا تبدا المشكله الحقيقيه والمشاكل الصحاح في البسيكولوجي في السوسيولوجي ولا بالحق تبعوها في علم السوسيولوجي علم البسيكولوجي المشاكل الحقيقيه في الكوبل هم الحاجات اللي ما عادش تحكي عليهم واللي يوليوا عاديين تولي روتين اخطر حاجه في الكوبل تقول انت ها شاب مرا غادي مشكلتنا خاطركم على شاب نساء في الشارع هبتونا وانا نكحل ونحن نكذب عليك تشوف كلنا قتل نكحل بينهم مكحلوش تنزل مسقة البركة عليهم من سالة من الريف من البلاد من العاصمة قارية مش من قارية بنية مش من بنية لبسة حطايت منيات حمير زعبين ما عندهش برفان تحط جريزين ما يهمناش وقت الدنيا وتزعبين الدنيا نحن هبلين من دايلة تخليك 10% لعب مسالش تعرف روحك يا أخ كلنا تلقانا لهب وهكا في زي شكل شكل عزوزة وعندها ونتحلل في مد وثبت هاني مرمو بحينا شو انا يا انا روح يا روح خليني في الدار مشوك شو نفخط يا دوشي دوشي فما حاجة حبت بتعرفين نسل بتعرف فرسطوس خزم خالق ونرش نسل بيعرف مرأة نرش نسل كده روح مرمو في مخه خايط في نفسي يعقوب عنده بروجرام تريسر يعني شنو في مخه؟ معاملة ربع على أساس تحلل راجل تونسي مش دوار كان يقول لك حل قبل ما يتعدى اللمبة ساعي يكبس قدام الرجال كل شوي كروزي يهون مراو يتعدى يا ما تصح في الهرب بعد هرب ما يتجرع تجريعتين مساج عن فوليه قدام الحماس فزة لوز بوندا زيت بوندا هذي مش الزر كله يلعب قدام الدار ياخذ باب اللي حط فيه راسه كيف ولا شفت الهم العشية شفت علاش لازم مع شوف زين ولا مع عليك نعرف نعرف انت تحوس بمالي في الدار كنت خالي عايش برا لبس علي رجال اللي حطوها مزيان كي تعاقبوا معايا ما كنتش باش ياخذوها كان باش ياخذ واحد يعيش برا لبس علي وين يعيش برا فاستعبك الكانسون مانش فهذاك وبالوقت